مهرجان ابداع هو المسابقه الاهم بالنسبه لكل طلاب الجامعات اللي احنا بنتعب وبنبذل مجهود على مدار شهور عشان نقدر نوصل لها عشان نبقى قدام لجنه التحكيم بنستفاد كتير جدا منها وبنحاول ان احنا نطلع كل اللي عندنا قدامها. دي اول سنه ليا في ابداع واول سنه تمثيليا عامه. مبسوط جدا بلجنه التحكيم النهارده واللي خدت منهم خبره كبيره جدا وتعلمت منهم كتير جدا وان شاء الله اللي انا اتعلمته ده هطبقه السنين الجايه باذن الله. دي التالت سنه ليا اجي ابداع. بالنسبه لي ابداع هي فرصه كبيره لينا طبعا عشان جامعه قناه السويس فيها مواهب كبيره طبعا لازم تظهر. فابداع ابداع من الحاجات اللي هي من احسن المهرجانات اللي بتتعمل في المسرح في مصر عشان تظهر المواهب دي كويس.